بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، كونوا معي في هذا المثال. تخيلوا لو أنا رجلا وقف بين يدي ملك من الملوك، فقال له الملك: سأسجنك لمدة 50 عاما تجلس فيها في السجن، فأبقيك في هذا السجن، ثم بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء 50 عام، سوف أرجعك مرة أخرى بين يدي، ثم سأسألك سؤالا واحدا، فقط سؤال واحد، إن أجبت عليه إجابة صحيحة سأطلقك وأتركك براءة، وإن لم تجب عليه إجابة صحيحة إعدام، ثم سجن. تخيلوا إخواني، بالله عليكم، في هذا السجن هو يفكر في ماذا طوال المدة؟ طبعا يفكر بالسؤال. هو هل هناك شيء آخر يفكر فيه؟ ما هو هذا السؤال؟ ماذا يريد الملك؟ ماذا يقصد؟ ما هي الإجابة؟ تخيلوا لو أن أحدهم ممن سجن معه قال له: أنا أعرف السؤال الذي سوف يسألك إياه هذا الملك. كيف سيكون شعوره؟ والله يغلي. أخبرني أخبرني. صح؟ طبعا. تدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أننا جميعا ذاك الرجل المسجون. واسمحوا لي أن أكون أنا المسجون الآخر الذي سوف يخبركم بهذا السؤال. نعم إخواني أخواتي، نحن جميعا سوف نقف بين يدي الله عز وجل، مالك الملك، ملك الملوك سبحانه، نقف بين يديه يوم القيامة، فيسألنا سؤالا واحدا، إن أجبنا عليه إجابة صحيحة فما بعد إن شاء الله هين خلاص، وإن لم نجب عليه إجابة صحيحة صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست سهلة. أنا سأخبركم بهذا السؤال، وفي الحقيقة هو ليس مني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا السؤال العجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من يصلي في المسجد خاشعا، هذا هو أول نوع من أنواع الأقسام الخمسة الذين سأذكرهم اليوم. لنا بين يدي 5 أنواع من الناس في الصلاة، الصلاة العجيبة هاي سوف تسأل عنها. أنواع الناس فيها 5. أول واحد الذي يصلي في المسجد خاشعا من الرجال، أو يصلي من النساء في أول الوقت وهي خاشعة، هؤلاء في أعلى المنازل. وإذا كنت أنت أو كنت أنت من هؤلاء فأرجوكم اثبتوا، لا تتغيروا، ابقوا على هذه الصورة مكانكم، بل أسأل الله يثبتكم وأن يزيدكم. قال تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله عز وجل عن الخاشعين، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى مكان. فهذا هو القسم الأول. إن انتقلت معك إلى القسم الثاني، فهم الذين يصلون في المسجد ولكنهم غير خاشعين. وقد روى عن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله تعالى له صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها، ما يخشع، فينقص من أجره بقدر ما أنقص من خشوعه. والسابقون قد ضربوا أروع الأمثلة للخاشعين. يقول سفيان الثوري: لو رأيتم منصور ابن المعتمر يصلي لقلتم يموت الساعة، سوف يموت خلاص. يقول القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة، إذا غدوت يعني في الصباح، أبدأ ببيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: أسلم عليها. يقول: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ، تقرأ قوله تعالى من كلام أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، تدعو وتبكي وترددها، تقرأ هذه الآية من سورة الطور وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت. يعني يقول تردد 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 حتى مللت، وهي تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي. قال: فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي، ما تحركت رضي الله عنها وأرضاها، تصلي وتبكي وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خشوع.
يقول ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وبعضهم يقول: ما رأينا مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، لا التفاتة خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدمه، انهدم جزء من المسجد وهو في المسجد، قال فما التفت. إذا النوع الأول من يصلي في المسجد خاشع أو في أول وقت بالنسبة للنساء. النوع الثاني من يصلي ولكنه أين يصلي؟ يصلي في المسجد غير خاشع. النوع الثالث يصلي في المنزل. كان أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. انظروا ماذا يحدث لمن يصلي في المنزل. لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، يعني معهم نار. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، فسوف يأمر أحد ليصلي بالناس ثم يذهب إلى هؤلاء. لماذا؟ قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيتا بمن فيه لأمر مستحب؟ لابد أن يكون واجب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل بسبب النساء والأطفال اللي في الداخل، ما عليهم صلاة جماعة. صلاة الجماعة عظيمة. طيب ماذا يحدث إذا ذهبت إلى الجماعة؟ فضل ما بعد فضل، ستشتاق إليه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي، وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. أهلا بكم. ماذا يحدث إذا ذهبت إلى المسجد؟ تحدث أمور لا تحدث إذا كنت في المنزل. انتبه معي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى هذا؟ أنت إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين، فإن الملائكة تؤمن في السماء وأنت مع إخوانك تؤمنون في الأرض. إذا أنت قد وافقت ملك من الملائكة فقط واحد قال آمين بنفس اللحظة التي أنت قلت فيها آمين، قد غفر له ما تقدم من ذنبه. كرم، كرم في الجماعة. أنا أقول لربما لا توافقه في أول صلاة، ربما ثاني صلاة، يومين، ثلاثة، لكن بعد أسبوع أسبوعين الله كريم إن شاء الله بإذن الله سوف توافق واحدا من الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول سعيد المسيب: ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد 40 عاما. ويقول: ما نظرت في قفا مصلي في المسجد. وقال ابن سماعة: ما فاتتني التكبيرة الأولى 40 عاما إلا يوم ماتت أمي، يعني فقط. وقال قاضي الشام سليمان المقدسي: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلي هاتين الصلاتين إلى الآن. عجيب أمرهم. عن عبيد الله بن عمر القواريري، هذا حصلت له قصة، يقول: لم تكن صلاة العشاء لتفوتني في الجماعة قط، فنزل بي ليلة ضيف فشغلت به وفاتتني الصلاة، فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس، كل الناس قد صلوا جميعا وغلقت المساجد، فرجعت إلى بيتي وقلت: قد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب 27 درجة، سأصلي 27 مرة. طبعا هذا ليس من السنة أن يفعل ذلك، ولكنه فعل. يقول: نمت فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل، وأنا أيضا على فرس ونحن نستبق سباق. قال: وأنا أركض فرسي، يعني أريد أن ألحق بهم فلا أستطيع. فالتفت إلي أحدهم فقال لي: لا تتعب فرسك فلست تلحقنا. قلت: ولم؟ قال: لأنك صليت لوحدك
ونحن صلينا في جماعة. قال فانتبهت، يعني استيقظت من النوم وأنا مغموم حزين. هذا مرة أحد السلف اسمه عمرو بن عبد الله سمع المؤذن وهو في نزع الروح، ومنزله قريب مسجد، فقال خذوا بيدي. فقيل له أينك عليل؟ فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. الصلاة في المسجد. إذن النوع الثالث هو الذي يصلي في المنزل، يصلي في المسجد خاشعا أو في أول وقت للنساء، يصلي في المسجد أو في أول وقت بالنسبة للنساء لكن ليسوا بخاشعين. النوع الثالث يصلون في المنزل ممن تجب عليهم صلاة المسجد. من هم النوع الرابع؟ من يصلي في منزل أيضا. طيب ما الفرق؟ لكن المشكلة يصلي خارج الوقت، يصلي الفجر بعد ما تطلع الشمس، الظهر يرجع من العمل ينام ويترك العصر إلى المغرب، أهم شيء ينام، يصلي المغرب بعد أن يؤذن العشاء، لا يهتم بالوقت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة يعني صباح إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، يعني أتى رجلان وأمره أن ينطلق، فقال لي أنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر يتدحرج فيأخذه، هذا اللي كان واقف فيأخذه فلا يرجع إلى هذا المضطجع، قال حتى يصح رأسه كما كان، يرجع رأسه كما كان. قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قلت لهم سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث أخبره تدرون من هذا الذي يفعل به هذا المنظر البشع؟ قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام يقول لا أستطيع أن استيقظ. طبعا إذا كنت ستنام متأخرا وتأكل في آخر الليل حتى يشبع بطنك ولا تضع منبه ولا توصي أحدا بإيقاظك طبعا لن تقوم. من الذي يقوم هذه حاله؟ لو كانت طائرة ستقلع في الساعة الثالثة صباحا هل تفوته الطائرة؟ لا، لأن فيها أموال. لو كان اختبار هل يتفوته؟ لا أبدا. النوع الخامس والأخير من هو؟ من بقي؟ طبعا الذي لا يصلي. لا تصلي؟ ما تصلي؟ معقولة لا تصلي؟ كيف لا تصلي؟ أصلا آخر شيء تترك الصلاة. أنا ما أدري كيف تستحمل هذه الحياة بلا صلاة. بلا صلاة؟ يعني سبحان الله، الصلاة تأخذ من وقتك كم؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ 5 صلوات؟ كم يعني؟ 50 دقيقة؟ أخي الكريم 50 دقيقة في اليوم الواحد وأكثر من 23 ساعة لك، فقط 50 دقيقة لله. وهو يقول لا، إلا أدخل النار، لابد أدخل النار، ما حتى هذه 50 دقيقة ما أعطيها لله. فعلا يستحق، يستحق الحديث اللي سوف أقرأه عليكم، حديث شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أعوذ بالله. عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. بس الأمر شديد إخواني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ليس بالسهل. معقولة تصبر على أبنائك ألا يكونوا في صلاة؟ ولا تصبروا إذا لم يذهبوا إلى المدارس، انتبه إلى نفسك، انتبه إلى أهلك. هذه 5 أقسام، في أي قسم أنت؟ أنت أدرى، ولكني أحب أن تكون من القسم الأول، أهل الخشوع. ونحن نتكلم عن لذة الصلاة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. إن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة.